المحكمة الجنائية الدولية عضويتها من قبل جنوب أفريقيا لم تكن عضوية قسرية جبرية. جنوب أفريقيا وكل الدول الأعضاء عددهم 136 دولة قبلوا طواعية الانضمام لنظام المحكمة. بداية وبلغة القانون كانت الحكومة السودانية هي المفترض أن تقوم بالمحاكمات ولم تقم، وكان مفروض هي التي تقوم بتوقيف الرئيس ونقله إلى عدالة المحكمة الجنائية الدولية. صعب مع وجود رئيس السلطة الاتحاد الأفريقي، جامعة الدول العربية، منظمات إقليمية أخرى، نحن بصدد مذكرة توقيف دولية. أنا لا أريد أن أنطقها النطق السديد، هي arrest warrant بتعني مذكرة اعتقال. نعم. اعتقال ثم نقله، لأنه متهم بارتكاب جرائم حرب وإبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية. مفهوم. وأنا عايز أقوله لسيادتك أستاذ محمد، فضل أن نيجيريا منذ سنتين ونصف نيجيريا حين كانت تستقبل القمة الإفريقية للاتحاد الإفريقي حدث نفس المسألة. تاني يوم الصبح بعد وصول الرئيس البشير، نيجيريا طلبت من الرئيس البشير مغادرة نيجيريا على الفور، وإلا ستقوم أيضا